صحاب البايكر، صباح الفل عليكم. اكيد انتم مستغربين طبعا من افتتاحة الفيديو ان فيها كده سيجارة والناحية التانية فيها قطر وهنا موس. هتقول لي يا مستر وانت انحرفت ولا ايه؟ هقول لك يا صديقي البايكر ما تبقاش اهون على رأي الدحيح. تخيل ان السيجارة دي هي اللي خلصت يعني الموقف كله، وهي اللي صلحت لي جزء من الفبر مهم جدا جدا جدا، كان هيكلفني على الاقل 400 جنيه ودي اخت اسكندريه كلها، وما لقيتهوش برده وما لقيتش حد يصلحه لي، والسيجاره ديت هي اللي خلصت الدنيا. تخيلوا، وهي كانت مفتاح الحل. طب ايه اللي حصل؟ تعالوا احكي لكم بقى. انا تعرضت لحادثه غريبه قوي قوي، يعني بصراحه حادثه كده مش عارف حصلت ازاي. ان انا كنت ماشي تمام، طلع تاكسي كده مره واحده راح خابط السكوتر تمام، وراح قصر لي الفبرايه ديت اللي انت شايفينها. هتقولوا لي يا مستر ايه ده، دي الفبرايه سليمه. اقول لك لا، هي دلوقتي سليمه بعد ما انا طبقت عليها الفكره اللي انا هقول لك عليها، لكن قبل كده كانت متفشفشه 50,000 حته. طبعا انا بص كده اوريك ايه جزء مبدئي عن الفكره، لو تلاحظ حاجه كده جواها تمام، زي ما انتم شايفين متكسره بالنص اهيت والدنيا بايظه، لكن احنا رجعناها بالشكل دوت، وانا برضو سبت ايه جزء كده عشان اعمله قدامكم تمام. وسبت كمان شوية كسر صغيرة عشان اثبت لكم ان الفكرة دي ناجحة جدا حتى مع الكسر الصغيرة. المهم بقى، الفكرة دي جات لي منين؟ سبحان الله. بعد الحادثة وبعد ما الفبر طبعا دوت اتكسر، انا زعلت قوي، اتقهرت، سألت على تمنها، لقيت تمنها خرافي خرافي، وكمان مش موجودة في اسكندرية. لفيت على كل بتوع الفبر، كله يقول لي لا ما بتتعملش، لا روح اشتري واحدة جديدة وهكذا. المهم بقى، وانا راجع والله العظيم يا جماعة زي ما بحكي لكم كده، افتكرت معلومة زمان كنت سامعها، ان انت لو عندك الياف صناعية تمام، او اي خامة من الالياف الصناعية وعرضتها للسوبر جلو، فهي هينتج عنها تفاعل مع وجود طبعا المحفز اللي هو الاكسجين، فهتحول المادة اللي هو الالياف الصناعية ديت لايه بقى؟ لبلاستيك قوي جدا 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 واعتمادي جدا جدا جدا. طيب، فعشان كده بقول لكم السيجارة ديت حلت المشكلة كلها وجنبتني ما يقارب حوالي 400 جنيه. طيب، ايه بقى الخامات اللي احنا هنستخدمها عشان نلحم بيها الفبر ونرجعه زي ما انتم شايفين كده، سواء اجزاء كبيرة سواء اجزاء صغيرة؟ اول حاجة طبعا انا جبت جلو تمام، تجيب واحد او اتنين حسب اللي انت ايه يعني الحاجة اللي هتعملها. تاني حاجة كنت عايز مصدر للالياف الصناعية، طبعا انا مش عارف بقى ايه الياف صناعية تمام، بس افتكرت معلومة ان السجاير الفلتر اللي بيبقى فيها دوت تمام، وده اللي احنا هنستخدمه، وده بيبقى مصنوع من الالياف الصناعيه، فدوت اول حاجه برضو ان احنا ايه هنستخدمها تمام. طيب، يبقى احنا كده محتاجين ايه؟ محتاجين سوبر جلو، ومحتاجين كمان مصدر للالياف الصناعيه، وهو هتلاقيه في فله الايه السجاير ديت. هنحتاج قطر او هنحتاج موس علشان نقدر ندخل الفل دوت في الاماكن او الكسر تمام، ونلحم بيه تمام كده. طيب يلا بينا نشوف كده هنعمل ايه. اول خطوه عندنا ان احنا هنقطع ديت تمام بالشكل ده تمام كده، يعني ثانيه كده نجيب الموس عشان الموس احمى، هنقطع ديت كده. حاول بس ايه خلي بالك على ايدك تمام، اعذروني طبعا لان انا بصور لوحدي، طلع لي اهوت تمام فل زي ما انتم شايفين. خلاص، هبدا ان انا الفل ده اخد منه حاجات بسيطه كده وايه واعملها كده زي ايه يعني زي وصلات كده صغنونه خالص، واسيبها على جنب. طبعا اعمل وصلات تخينه وصلات رفيعه علشان في اماكن بيبقى الكسر فيها كبيره واماكن صغيره، فتعرف تحشي الفروقات. بصوا كده انا بعمل كل المقاسات اهو قبل ما اشتغل علشان ايه ابقى مظبط الدنيا كلها تمام. اهو عملت مثلا 3 4 كده ايه 5، خلاص كده اهو تمام تمام زي الفل. نروح بقى قطعنا طبعا الفل زي ما انتم شايفينه كده تمام. هنروح بقى للخطوه اللي بعد كده، وهي بقى تركيب الايه الاجزاء الناقصه. الاول لازم تبني تخيل زي البازل كده بالظبط تمام، هي هتبقى عامله ازاي، وتشوف الابعاد وتشوف الشكل عامل ازاي تمام. طيب تمام، فالحته الصغيره ديت مش هتركب، فالحته بقى الصغيره اللي انتم شايفينها ديت تمام مش هتركب. فهنا بقى انا هضطر اعمل ايه بقى؟ هضطر ان انا اركبها الاول زي البازل بالظبط كده تمام. ارجو طبعا ان انتوا تكونوا شايفين، لان انا مش عارف برسبكتيف الكاميرا، انا مش شايفه ومش عارف المنظور يعني. المهم هبدا اركب الحته الصغيره الاول تمام، وبعد كده نروح للحته الايه؟ الكبيره.
يلا بينا نبدأ في التجربة بتاعتنا. هناخد حتة، أنا شايف إن إيه إن الحتة ديت يعني نوعا ما مناسبة. تمام، ناخد حتة كده صغيرة نسويها في إيدينا، نفتح الجل بتاعنا علشان الجلو بتاعنا، تمام، علشان هنحتاجه بسرعة. طيب هعمل إيه بقى؟ هاخد ديت كده خلاص، تمام، أحطها هنا أهو، أمسكها بإيدي كده، تمام، وبإيدي كده الشكل ده. تمام، انا بستخدم القطر او الموس ان انا ايه اسويها، ان انا اقعد اعملها كده زي ما انتم شايفين، اعملها كده بس بحيث ان هي ايه تتساوي، عشان اما احط عليها ديت ما ايه ما تعكسش معايا في المقاس ولا الكلام ده. تعالوا بقى نشوفوا دي المفروض تركب ازاي. ازاي الشكل ده؟ لا، بقعد اجرب لحد ما اوصل للشكل المثالي اهي، هي شكلها كده اهو. تمام، طيب يبقى انا حطيت اهو الفله، هبدأ بقى ان انا ايه اثبت ديت كده بايديا، امسكها طبعا يعني عشان صغيرة الملكة بتاعتها صعبة، بس احنا ايه مفيش حاجة صعبة علينا، ده احنا هنعملها ان شاء الله بالمقاس كمان، يعني هتطلع مسطرة ان شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو. تمام، يا رب تكونوا شايفين عشان انا اصلا مش شايف الكاميرا. حلو، واخد نقطة بقى من الجلو ده احطه ايه على الفيل. تمام، طيب اهو كده نقطة بس كده، هي هتتغلغل يعني، اوعى بس ايدك تلزق عشان لو ايدك لزقت الدنيا هتبوظ معاك انت. بس اول ما ايه كده، بصوا كده يا جماعة لو انتوا يعني شايفين بيحصل تفاعل، انا سامع صوته دلوقتي، وانت لما تيجي تجرب هتشوفه، لدرجة ان انت هتلاقي زي دخان بسيط طالع، يعني لما نيجي نعمل القطعة الكبيرة عشان نحط فيلا اكتر هتلاقوا بقى الدخان. بصوا يا جماعة اتلحمت اهيت ما شاء الله في ثانية الا ثانية. بصوا بالظبط، بصوا بالظبط يا جماعة بالظبط. طبعا هتقولي طب الزوايد ديت بقى، اقول لك ما احنا عشان كده بقى جايبين الموس. ما شفت بقى عزيزي البايكر انت اهوج ازاي وظلمتني. نمسك بقى الموس طبعا بعد ما تنشف، تمام، انفخ فيها او لو معاك بلور، ونبدأ بقى ايه نشيل الزوايد ديت. بصوا اهي بتتشال، تمام، قبل ما تنشف خالص، ها، عشان لو نشفت خالص مش هتعرف تشيلها، هتبقى حجر، هتبقى حديد. هبدأ بقى اشيل الايه الزوايد ديت، تمام، ونقوله مبروك علينا رجعت زي الفل. بص الكلام احلى كلام. بصوا يا جماعه انا شغلت دلوقتي الفلاش عشان تشوفوها كويس. بصوا يا جماعه، طيب تمام، يلا بينا بقى نروح لايه بقى؟ للقطعه الكبيره. زي ما انتم شايفين طبعا انا عندي هنا فروقات، تمام، وديت حاجات بقى طارت في الحادثه بقى مش هنعرف نجمعها يعني. تمام، الفروقات ديت برضو انا هعمل ايه بقى قبل ما اعمل الحته الكبيره عشان ايه مش هعرف اوصل للحتت ديت. اخد حته كده زي نسيله، تمام، اعملها بايدي كده، تانية برضو، تمام، ابدا ادخلها كده خلاص، وبالموز دوت ابدا ايه املى الفاضي ده. بصوا الكلام اهو، بالراحه كده ابدا املى الفاضي عشان انا بعد كده هعمل لها ايه بقى، هعمل لها مستريك. بس انا عندي اقتراح، احنا ممكن دي نملاها من جوه هتكون يعني افضل لو احنا مليناها من جوه. في جوه اهو عندي مكان، تمام، ادخلها كده اهو، تمام، وابدا ان انا ادخلها كده واحشرها بالموس. يا رب تكونوا شايفين، يا رب، هي العمليه دقيقه شويه. تمام، هناخد بقى نقطه من الجلو. بصوا يا جماعه لو انتم ملاحظين هتلاقوا فيه زي دخان كده هيطلع كمان شويه اول ما يبدا التفاعل، هو التفاعل بياخد حوالي ثانيتين كده. بصوا يا جماعه، بصوا شايفينها بتغلي، يعني بصوا دي بتغلي، تمام، بصوا يا جماعه بتغلي اهي، اتحولت لبلاستيك اهي. بصوا الابيض ده اهو، الابيض ده اللي عند الموس، تمام، بصوا اتحولت اهيت الى ايه لبلاستيك. طيب عندي هنا برضو في فراغات، تمام، هنعمل فيها نفس الموضوع خلاص كده. هاخد برضو قطعه اكون شايف ان هي مناسبه، تمام، وابدا ان انا بالموس ادخلها بالشكل ده علشان الفراغات ديت هتعاكس معايا لما اجي اعمل مستريك، وكمان ممكن تعمل تسربات ميه، هتضعف طبعا الدنيا جدا،
تمام. انا اهو بملى الفراغ ده كمان خلاص، ببدأ ان انا واحدة واحدة اخد نقطة بقى من البلو، تمام كده اهو زي الفل الدنيا، يا رب تكونوا شايفين يا رب. بالموز ده بقى ابدأ احشرها اكتر واكتر واكتر، وانسى الكلام انسى الكلام، وهوريها لك دلوقتي بقى من بره بقى، هبهرك بقى يعني دلوقتي حالا هيجي لك انبهار بقى. طبعا انا الزوايد ديت بقى ايه بشيلها بالموس علشان لو في اي فراغات تبان معايا، يعني اي زوايد مثلا تقوم شايلها بالموس، والموس بصراحه فعال بيبقى حامي طبعا، فايه بينجز معاك الكلام. بصوا يا جماعه بصوا كده، كان هنا عندي ايه